تاني هنتكلم عن مجزرة الرحاب أو ما حدث في مدينة الرحاب، حيث وجد 5 من أسرة واحدة مقتولين. لسه ما عندناش معلومات أكتر، لا الداخلية ولا النيابة ولا أي حد طلع بيان، ولا حتى الطب الشرعي طلع بيان حول هذا الأمر. المعلومات الأولى بتقول أنه، ودي معلومات مبدئية لم يصدر بها تقرير رسمي وإحنا هنلتزم بالتقرير الرسمي، أنه الرجل الأعمال أو الأب قتل أسرته ثم انتحر، لكن لسه بننتظر بيان رسمي حول هذا الأمر، لأن في رواية أخرى بتقول أنهم قتلوا جميعا في جريمة شنعاء، وأنه الأب ده أو الرجل الأعمال واخد 3 طلقات في رأسه. لسه بيان الطب الشرعي لم يصدر، وبالتالي احنا نلتزم بهذا البيان. الأجهزة الأمنية في مباحث القاهرة بتكثف جهودها لكشف اللغز. النهاردة تسلم أهالي الضحايا جثث ذويهم من مشرحة زينهم، تمهيدا لتشييعهم إلى مثواهم في الأخير في مقابر الأسرة بالشرقية. النهاردة المباحث كانت بتسأل ناس كتير من منطقة الرحاب، من جيرانهم، من قرايبهم، لكن لسه ما فيش، بتفرغ طبعا، بتشوف الفوارغ وبتحرز الفوارغ وبتشوف ايه الوضع، ايه لسه تفاصيل واضحة او ايه اسباب واضحة لسه غير واضح، ولم يصدر بيان رسمي لا من النيابة ولا من الداخلية بهذا الشأن.